أكملت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تصاميم الأراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات، مؤكدة رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الأمير أن مديريته كانت قد أطلقت خلال شهر كانون الأول الماضي استمارة إلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتوزيع الأراضي بين الفئات كافة بدون استثناء وفي جميع مراكز المدن والأقضية والنواحي، مع تحديد المساحة والسعر لكل فئة.